السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في القناة، مرحبا ألف معكم هستير. طبعا يا أخوان، هذه جراند محسنة أو جراند مطورة اللي على سوني 5. خلينا نتكلم لكم عن النسخة المطورة. طبعا لما تيجي تدخلها، في حاجة لما تيجي تدخل أول ما تبدأ اللعبة، إنك تخش بحسابك، يخيروا خيارين، يعني انك تخش بحسابك او انك تحذف الشخصية وتبدأ من جديد ليفل واحد. حتى لو بدأت من ليفل واحد، حول على شخصيتك الثانية يصير ليفل 120. ركزوا في هذه النقطة، اذا كان ليفلك فوق ال 120 وحذفت الشخصية، حول على شخصيتك الثانية يجي ليفل 120، زي الحركة القديمة الموجودة على سوني 4، نفس الشيء ما تغيرت. اما اذا دخلت بحسابك، قدرت انك تدخل بحسابك، فهذا حسابك يعني انت نظيف. او اذا انت ما قدرت، عرفت تجي تضغط اكسات وتبغى تدخل لهذا وما ما هم قادرين، ما انت قادر تدخل حسابك، فتعرف ان حسابك انت ملعون جدف، يعني مسوي جلتشات القضاء، خاصة جلتشات الليفل وجلتشات الفلوس هذه وحسابات المهكرة اللي من سوني 3، هذه ما راح تقدر تخش بها في جراند محسن على سوني 5. طيب يا ماستر، انت كيف دخلت بحسابك؟ انا حسابي مو مهكر، ليفلي 600، ما سويت عمري في حياتي جليتش ليفل. تعبي من 2018، من 2019 انا العب جراند، تمام، من 2017 العب جراند، فلوسي ما عمري سويت جليتشات فلوس. انا كل اللي اسويه يا اسوي جود مود يا اسوي جليتش نسخ مستر بين، بس هذه الجليتشات الوحيده اللي اسويها جود مود، سواء كانت شخصيه ولا سياره ولا طياره او جلتش نسخ مستر بين، بس هذا اللي اسويه، او جلتش نسخ سيارة صاحبك، هذا اللي اسويه. طبعا بعد ما تدخل، ايش الاشياء المتغيرة في اللعبة؟ تمام، في تغير في الجرافيكس، بس بشيء بسيط، ما هو ذاك الشيء اللي مرة واو بتتوقع انه بينزلوا لك جيمس بهبهاني ولا كامري ولا كرسيدا ولا لامبرجيني بورشات زي السيارات اللي موجودة، ولا روز رايز زي السيارات اللي موجودة على البي سي في الحياة الواقعية. لا، ما هي موجود ذا الشيء، لأنه اسمها جراند المحسنة، عرفت؟ ما هو جزء جديد، ما هو جراند 6 تتوقع انه هذه الاشياء بتكون موجودة، اسمها جراند المحسنة، يعني تعديل خفيف. طبعا اول شيء ضافوا لك 6 سيارات، 6 سيارات جديدة عندك في الليجندري، سيارتين عندك، هذه وهذه. طبعا هذه كهربائية، تمام، اصلا باين من اسمها. نفس في سياره عندنا قديمه نفس السياره، حتى حاطين لك رقم 2، يعني نفسها بس انها سريعه، وهذه موجوده من قبل بس انه حاطين فيها تعديلات بسيطه، ما هي ذاك التعديلات، يعني في البودي تعديلات. تمام، نروح عندكم في قسم السيارات المعفنه، في عندكم برضو سيارتين جديده، عندكم هذه تشبه التويوتا، تعرفون في التويوتا، في شركه تويوتا في سياره كوبيس صغيره نفس الشكل، تمام. وعندكم السيارة الكلاسيك هذه، السيارة الخامسة عندكم هنا في السيارات العسكرية، عندكم لامبرجيني. طبعا اللامبرجيني هذه موجودة في التحديث اللي راح لي على جراند العادية، بس اللهم فرق ضايفين لك رشاش هنا، تمام. السيارة الصراحة أنا ما أدري في أي جراج حطيتها، فخلاص الصورة تشرح الوضع كله. الرشاش طبعا ما يدور 360 درجة، قدام ويلف يمين يسار، شيء بسيط بس، عرفتوا معي؟ بس ما يلف 360 درجة، شيء بسيط يمين يسار بس، شوية الرشاش تتحكم فيه. طبعا موجودة القديمة في الليجندري، شوف الليجندري، انزل تحت شوف، هذه نفسها بس اللهم اضافوا اضافة رشاش حتى ما يمديك تركب لها الغام. فخلينا نستعرض معاكم الالوان الجديدة، خلينا نتجه للسانتوس. طبعا بعد ما توصل لسانتوس، التعديلات زي ما هي، شوف حتى عشان سيارة من الشارع فغريبة ما يمدينا، فخلينا نخش على البرايم كالر. هو احنا عندما نيجي بس عشان الالوان اللي هو ذا، الاضافة الجديدة تحت اخر شيء كاميلون اتوقع اسمها شيء زي كذا، هذه هي الالوان الجديدة، شايفين؟ طبعا هي مو فري، بس انا مستغرب بالسيارة هذه جات فري الالوان، ما ادري، اتوقع طالبها مني سيميون او ديلويا، والله ما ادري. فالالوان غالية الصراحة، ارخص لون ب 47 ألف. فهذا اللون الاول شايفينه، هذا اللون الثاني،
اللون الثالث، اللون الرابع، طبعا هي 10 ألوان بس، واللون الخامس أتوقع، السادس، السابع، الثامن. هي أفضل صراحة، أفضل 3 ألوان بالنسبة لي أنا، آخر 3 ألوان. واللي قبل الأخير، والله اللون طرب طرب، واللون الأخير صراحة اللون يبكي. طبعا في إضافات في السيارات الجديدة، لاحظت هذا الشيء، ما هي موجودة في سيارات أي سيارة ثانية، بس الألوان تقدر تركبها على أي سيارة، بس السيارات الجديدة خاصة في خيار في التعديل يجي سرعة السيارة خطين، مو خط واحد، خطين كذا فوق بعض لاصقين، تيجي السيارة مرة صاروخ صاروخ. في شيء ثاني ضافوه، اللي هو لما تيجي تطلع أي سلاح مش مركب عليه كاتم صوت، تمام، طالعوا في الفوهة اللي هي مقدمة الرشاش محل ما يطلق الرصاص، شوفوا يطلع نار، يعني حسسك بالواقعية، قال لك تمام. خلينا نوخر عن البوتات، مرة مستعجلين، شوفوا يطلع نار من مقدمة السلاح، ولو تلاحظوا في الأرض يطلع رش شرار، هذا أتوقع ما هو موجود على سوني فور، اللي هو الشرار ده، تمام، ما أدري موجود ولا موجود، بس النار أنا متأكد منها إنها ما هي موجودة قبل، تمام. عندك قائمة التتشباد اتغيرت، اللي هو في الهايد اوبشن يطلع لك زي كذا ماب لايب اوبشن، تضغط عليها. اول كان الهايد اوبشن 3 خيارات بس، الجبز ولا هذا، دحين هنا مفندينها مرة، عرفت؟ فما ادري صراحة، يعني مثلا زي هذه شو، خلينا ننزل تحت على الجبز مثلا، شوف عندك السباقات الأرض، ولا سباقات الدبابات، ولا سباقات الطيارات، ولا سباقات البحر، يخفيها ويطلعها زي ما أنت تحب. شوفوا الباراشوت، شوف لو تلاحظوا تحت، خلينا نبينها ونطلع، شوف كيف مو باين لي الباراشوت. طبعا أنا مبين السباقات لأنه جربت الجليتش حق الجود مود اللي موجود في الكازينو، أتقفل. بالنسبة للجراند المحسنة على سوني 5، الجليتش أبدا مو راضي يضبط، ضبطته 3 مرات مو راضي يضبط، انزل بالمظله يرسبيني في الارض ميت، عرفت، ينزلني بالمظله تحت الارض بعدين يطلعني فوق، زي لما تخش جدار مخفي، مو في جدران مخفيه زي المستشفى، زي المكان اللي في الشاطئ، او ما تخش الجدار تموت، هنا نفس الطريقه. لكن المهمه موجوده، واتوقع انها موجوده على سوني 4، الجليتش ما تقفل. انا ما جربت الجليتشين، جود مود والفان حق النايت كلوب اللي فوق الرشاش، الجليتش حق الفان شغال، بس الجود مود اللي في الكازينو مو شغال، الله اعلم الجود مود اللي موجود في الايجنسي اللي هو المقر الجديد شغال ولا لا، والله ما ادري، ما جربت اصلا، ما اعرف الخطوات كمان. الحاجه الزياده كمان، لما تدعس R2 يجي بنزين ثقيل، عرفت، خاصه كمان لما تجي السياره تغير نمر، اليد عندك تهتز كمان لما تغير نمر، تمام، اليد عندك تهتز، تاكل رصيف، تاكل اي حاجه. الصراحة في شيء ما عجبني في اللعبة، اللي هو صار التحكم بالسيارات أصعب، تحس إن السيارات صارت أثقل. هذا كله قريب للواقعية، عرفتوا، كل الألعاب اللي على سوني 5، اللي هي ألعاب سوني 5 مش ألعاب سوني 4 وشغالة على سوني 5، لا، ألعاب سوني 5 تحت اللعبة مكتوب بي اس 5، كلها نفس الخاصية، الار 2 يجي ثقيل واليد ثقيلة واللعبة كذا تكون ثقيلة شوية، عرفت، يحسسك بالواقعية، سواء كان لعبة سيارات ولا لعبة شوتر ولا لعبة حتى فيفا، فيفا 22 سوني 5، اللاعب لما تجري بيه الار 2 يكون ثقيل، ولما يتعب اللاعب الار 2 يجي ثقيل زيادة. كل العاب سوني 5 زي كذا، مو بس جراند، يعني هذا الشيء موجود، يعني اللي يلعب الالعاب على سوني 5 غير جراند بيعرف، بيتعود على هذا الشيء. وفي برضه شيء ثاني ما عجبني، لما مثلا جالس اتفايت مع واحد في السيرفر، عرفته، بسنايبر ولا رشاش ولا اي شيء، عرفته، كذا تحس شعور الار 2 في الحرب، حتى لما نقيم، شوف لما نقيم يجي شويه ثقول في ال2،
شوف لما انا اجي اطلق الارتو يعني ثقيل كذا، تحس انه سامج مره، فهذه الصراحه الحركه ما عجبتني. ممكن في المستقبل لما اتعود عليها ممكن تعجبني، بس حاليا الصراحه ما عجبتني دي الحركه، تحسها مره خايسه في الحرب، مره ما هي حلوه. ف ماشي، مره ماشي. في حاجه بوري لكم اياها لما نيجي خلينا نطير بالجو. ايش اسرع حاجه؟ خلينا نطلب بازارد، تمام، رسم البازارد عندنا. من ناحيه الجرافيكس في تغيير بسيط في الجرافيكس اذا كنت دقيق في الملاحظه، زي الشاطئ عند المويه، اوري لكم اياها بعد شويه. في اشياء حلوه يعني اذا كنت دقيق في الملاحظه مره، عرفتوا؟ في شيء انا عجبته هنا مره عجبني، قبل شيء اعطيت خويي غواصة لانه حذف شخصيته بالغلط الذكي، بدل ما يضغط اكس ضغط مربع وحذف شخصيته، فرحت اعطيته غواصة قبل شوية لانه بادي بجديد في اللعبة. فكنت طاير بالافنجر ولاحظت حاجة في الابراج اللي موجودة هنا في المدينة، المشكلة الجو ضبابي فما بيبين ذاك الوضوح. المباني شايفين؟ اوه شوفها واضحة واضحة، شايفين القزاز حق المباني؟ دقيقة خلينا نوقف زي كذا. شايفين القزاز حق المباني؟ انعكاس المدينة جاي على المباني، هذا الشيء ما كان موجود قبل. يعني في تحسن شيء بسيط في الجرافيكس، شفتوا؟ شوفوا المباني، ننزل عند المبنى، انعكاس، شايفين انعكاس؟ انعكاس المبنى اللي قدامه، عرفتوا؟ شوفوا زي هذا المبنى في انعكاس. دقيقة خلينا ننزل بالبزرد، شوف البزرد ينعكس عليه ولا ما ينعكس؟ لا ما ينعكس البزرد، بس المبنى ينعكس. شايفين المبنى اللي ورايا هذا معكوس على المبنى، شايفين؟ هذا الشيء ما كان موجود قبل، كان القزاز لونه أسود ما في انعكاس. فيعني الصراحة في تغير طفيف جدا في الجرافيكس. فخلينا أروح عند الموية أوري لكم الشيء اللي لاحظته أنا في الموية. ايش هذا الحجر؟ اول مره اشوف الحجر اللي هنا، ما ادري يمكن كان موجود من قبل. الحجرتين هذه ما كانت قبل موجوده الصراحه، ما ادري اذا يمكن كانت موجوده بس ما كان شكلها زي كذا، ما ادري. فخلينا نروح عند المويه. ايوه شايفين المويه كيف تسحب؟ شايفين هذه اللي هنا؟ شايفين؟ اوه دقيقه، هذه الوصلة اللي هنا، شايفين الموية هذه اللي تروح؟ ما كانت موجودة قبل، ما أحس، يمكن ما قد دققت في ذا الموضوع، ما أدري أنتم تشوفوا اللي عندكم سوني فور، يعني تغير بسيط جدا. في حاجة ثانية، شفتوا السيارة حقت الغواصة؟ السيارة حقت الغواصة اللي تغوص تحت الموية وتطلق صواريخ تحت الموية، عرفتوها؟ لما جيت أطلق صواريخ تحت الموية، دقيقة خليني أرمي جرنيد يمكن يبين، ما عندي جرنيد، عندي هذا، أرمي كذا حبة أنزل تحت الموية بسرعة، ما بين للأسف. شفتوا لما تيجي تتفرجوا أفلام وفي صاروخ ولا قنبلة تنفجر تحت الموية، مو يطلع كذا كمية من الموية زي الموية، إيش أقول لكم، فقاقيع أو شيء زي كذا، ويطلع معاها نار، هذا شيء يطلع هنا في سوني فور ما اتوقع انه يجي. انا ودي اوري لكم اياها بس ماشي، مره الوضع ماشي. هذه الاشياء اللي لاحظتها انا الصراحه، في تغير بسيط في الالوان، شوفوا السروال حقي، يعني في تحسن، في فرق يا اخي، اسمه جراند محسن، يعني بتغير بسيط، بتنتقل من سوني فور لفايف، من ثري لفايف اقول لك في فرق، عرفت؟ بس من 4 ل 5 ما في تغير بسيط، ممكن لو جات جراند 6 بنشوف اشياء كثيره، فرق لون البشره، شايفين كيف لون البشره في فرق بسيط؟ يعني اذا كنت قوي في الملاحظه، انا عارف في ناس تقول اوه الجرافيكس ما تغير زي ما هو، هم الناس يبغوا حياه واقعيه زي في البي سي، مستحيل تلقى هذا الشيء، مستحيل جدا مستحيل. شوف 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 هذه دوبي اشوفها، شوف التراب، اول كان يطلع التراب زي كذا، شايفين التراب كيف؟ ما كان يطلع التراب زي كذا، قول شوف الحبات التراب فين تطلع؟ هذا الشيء ما كان موجود قبل، شايفين حبات التراب ولا ما انتم شايفينها؟ شفت التراب كيف اتناثر كل النقاط اللي فوق؟
سيبك من اللي في الارض هنا قريبه، اللي فوق حبات. حتى لما تمشي بالسياره، انا لاحظت هذا الشيء، لما تمشي بالسياره خلينا نجرب هنا ان شاء الله، بس الشرطه ما يقتلوني. اوه قتلوني. لما تمشي بالسياره في تراب يتناثر وراك، تشوف في حبات رمل صغيره. ان شاء الله بس تكون في سياره هنا. ما في سياره للاسف. يعني في ناحيه جرافيكس في تغير، يعني اذا كنت دقيق في الملاحظه. ايش في كمان، ايش في كمان تغيرات؟ بس صح، السياره السادسه. طبعا بالنسبه للسياره السادسه تلقاها في مقر الاسكار ميت، تلقاها هنا في الزاويه، تخش المقر وسيده اخر شيء تلقاها هنا السياره. طبعا السياره انا اقول لكم اياها، تخش على جراج بينز، سيارات بينز، اوريكم السياره. تخش على ستوك، تنزل تحت 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 تحت. هذه السيارة شايفها 105,000 الجديدة نفسها، عرفت؟ والله العظيم نفسها بالضبط، بس اللهم ممكن فرق في البودي، إضافات جديدة بسيطة، عارف؟ مو ذاك المرة، بس إنه في فرق في السرعة. هذه السيارة مخصية كأنك راكب سلحفة، السيارة الجديدة مرة سريعة، مرة سريعة، عرفتوا؟ هنا سعره 105,000، هناك سعره ب2,300,000. بس صاروخ. كل السيارات الجديدة السريعة أنا ما جربتها، جربتها كلها إلا الكلاسيكية ما اشتريتها، باقي ما جربتها. وبس معلش يا بغدام، أنا هذه هي كل الأشياء اللي موجودة في اللعبة. أتمنى إنك استفدت من المقطع. لايك، اشتراك، نشر، نشوفكم ان شاء الله بث ثاني ولا مقطع. مع السلامة.